بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات MVP أمبر كاديرو. سنبدأ دورة بسيطة في الأوتيال باستعمال دلفي فايرداك إن شاء الله. إذن ما هي أوتيال؟ قبل ذلك عملنا مجموعة من الدروس حول الأوتيال بواسطة تقنيات مايكروسوفت عن طريق SSES. سنحاول قدر المستطاع عمل نفس الشيء إن شاء الله بالدلفي إذا ما تحصلنا على كل هذه الأمور. أوكي؟ وما زالت هذه الدورة قائمة إن شاء الله. إذا نفتح الدلفي ونفتح الفيديو أيضا هنا، سنشرح بعض الأمور التي شرحتها في السابق في دروس، كي لا أعيد فقط. إذا ذكاء الأعمال، وشرحت ما هو ذكاء الأعمال في هذا الدرس الأول من دروس أساسيات يعني في تقنية مايكروسوفت. سنعمل يعني نفس التعريف، هو موجود مع دلفي أو أي تقنية، هو نفس التعريف ذكاء الأعمال Business Intelligence. هذا تعريف تجدونه في هذه الصفحة، وإذا أردتم يعني الذهاب إلى الفيديو سأعطيكم الرابط إن شاء الله. أوكي، بعد ذلك شرحنا ما هي الأوتيال. هي Extract Transfer Transform Load، إذا هي استرجاع الداتا، تحويل الداتا وإرسالها إلى مكان ما. إذا هذه الثلاث خطوات المعروفة يعني في الإتيال، وهذا شرح باللغة العربية، وأيضا هذا الفيديو يعني يشرح بالتفاصيل. أوكي، سنواصل، سيكون درس سريع هنا في الدرس لأنني لا أريد تكرار الأمور. إذا SQL Server، وقلنا في مايكروسوفت عندها انتجراسيون سيرفيس اللي هو SSES، اما نحن في دلفي فكما شرحت في دلفي ان عندنا فاير داك فيها مجموعه يعني في البالادي كومبوزون، يعني مجموعه الكومبوننتات الموجوده في الراد ستوديو. هناك مجموعه من المكونات الكومبوننتات هنا التي تسمح بعمل الاوتيال، اذا اكستراكت ترانسفورم لود. سنحاول في الدرس البسيط هذا عمل اوتيال بسيط لاسترجاع داتا موجوده، كما قلت هي موجوده في دروس الاساسيات يعني دروس مايكروسوفت. سنعمل نفس الشيء ان شاء الله مع الدلفي، حيث نريد استرجاع داتا موجوده في جدول معين ونرسلها الى ملف نصي. اوكي، سنحضر الملف النصي، نفتح الدلفي اولا ثم نحضر الملف النصي هنا، سنضعه في هذا المكان. نستطيع انشاؤه بهذه الطريقه يعني في البدايه او مباشره بالمكون مكون الكتابه. اوكي، ماي ريزلت، هذا الملف النصي سحضرته، هو فارغ، ملف نصي فارغ. اذا سابدا باستعمال مكونات الاوتيال الموجوده في قائمة فلادي كومبوزون، قائمة الكومبوننتات التي هي موجودة في الراد ستوديو. إذا هنا في مكونات الفاير داك نجد فاير داك اوتيال، هذه المكونات التي سنستمتع باستعمالها في هذه الدورة إن شاء الله. إذا أول شيء لابد من تحديد الداتا، أين أو من أين ستأتي الداتا؟ ستأتي من ملفات، ستأتي من جداول، ستأتي من ملفات إكسل، يعني هناك مجموعة نسميه سورس. أين هذه الداتا؟ مصدر واحد أو عدة مصادر؟ يعني هذا سورس منبع واحد أو عدة منابع. أوكي، نذهب إلى فارداك، وعندي قاعدة بيانات، حضرت يعني قاعدة بيانات، عندي جدول كمثال، سنأخذ هذا الجدول، سنسميه، سنغير الاسم هنا لأنه اسمه أساسياس. سأسميها دلفي. فيردا.
هل أستطيع تغيير قاعدة؟ مشكلة أظن. أوكي، حضرنا هذه قاعدة بيانات اسمها FireDuck وبها جدول طابل 2. إذا طابل 2 يحتوي على مجموعة من الداتا كما تلاحظون. سنذهب إلى الدلفي ونعمل اتصال مع SQL Server. إذا هنا في خصائص اتصال مع SQL Server، SQL Server. إذا سننشئ اتصال أو نعمل update لهذه، ونعمل اتصال مع القاعدة كما قلت. إذا اسم السيرفر، اسم السيرفر هنا، القاعدة نعطيها اسم database، وليس عندي باسورد. إذا أوكي، عملنا اتصال مع القاعدة وسنعمل سحب فينشئ لي FireDuck connection. أوكي، بعد ذلك سنضيف مكون طابل FD طابل. أوكي، ثم نربطه مع هذا الكونكشن ونفتح الجدول عن طريق طابل نيم. إذا اتصلنا مع الجدول. أوكي، بعد ذلك سنقوم بقراءة من هذا الجدول. أوكي، ثم نضعه في موف، في باتش موف، لإرساله إلى لتغيير الداتا وإرسالها إلى إلى ملف نصي. للكتابة من ملف نصي عندي مكون اسمه text write. إذا سأحتاج إلى الكتابة، لكن قبل ذلك لابد أن نقرأ هذه الداتا من الجدول. فعندي data set reader. إذا سأحتاج إلى داتا سيت ريدر وأحتاج رايتر التي سيكتب في هذا الجدول. أوكي، عندي داتا سأقرأها. إذا هنا لابد من تحديد من أين سأقرأ. إذا عندي الكونكشن في الأساسيات، لو عملنا يعني بشكل مثل الأساسيات في عند مايكروسوفت، سأغير حتى اللون، النافذة أضعها باللون الأبيض هكذا. إذا الكونكشن في عند مايكروسوفت موجودة بالأسفل هكذا. عندما أفتح قاعدة بيانات يعطيني مكون الاتصال في الأسفل، ثم يعطيني فلو أو فلو. هذا الفلو سأضيف فيه سورس، هذا عند أساسيات. هنا في الفاير داك عندي هنا السورس، عندي الجدول الاتصال ربطته مع الاتصال. نستطيع ايضا استعمال كويري، يعني افتح كويري ونعمل سيلكت، يعني ركت استعلام نربطه مع ونعمل استعلام، لكن سنرى ذلك لاحقا. ثم نعمل هنا بعد ما عملنا الجدول، ربطناه بالجدول، نربط الجدول مع داتا سيت ريدر، اصبح عندي مكون اتصال مع الطابل. ثم ماذا سنعمل؟ سنرسل او نغير مسار الداتا من جدول إلى ملف نصي. إذا سأحتاج إلى مكون اسمه batch move، هذا هو الذي سيقوم بالتحويل. أوكي، batch move. إذا batch move سيطلب مني من هو الداتا ريدر أو الداتا سيت ريدر، أقول له هو هذا المكون. إذا ربط هذا المكون بهذا، هذا المكون بهذا، وهذا المكون بهذا. أوكي، بعد ذلك سأربط هذا المكون مع ماذا؟ مع الملف الذي أريد استرجاعه، وهو في هذا المكان. إذا عن طريق file name ربط هذا المكون بالملف. أوكي، إذا هذه النتيجة سترسل إلى هنا. نستطيع أيضا تغيير مثلا خصائص هذه، مثلا أريد أن أعرض الملفات، الحقول الموجودة في رأسية الملف، يعني الموجودة في الحقول، يعني قائمة الحقول الموجودة في الطابل،
أريدها أن تعرض أيضا في الملف النصي. أوكي، سأعمل ترو هكذا. وهناك كثير من الخصائص يعني هنا موجودة. سيباراتور يعني ربما أريد هو فيرجيل وليس فيرجيل، فاصلة أو فاصلة منقوطة. يعني هناك بعض الخصائص لتحديد كيف تكون عرض الملف، هل هو عندي الليميت على اليسار أو على اليمين إلى آخره. أوكي، هذا كل شيء. بعد ذلك كيفية التنفيذ على مستوى الدلفي، سواء عن طريق لين دو كوموند أو عن طريق بالضغط فقط على هذا المكون بزر الأيمن ونعمل execute. مثلا نحن إذا كنا في المود ديبج فسنعمل execute هكذا. أوكي، لكن سنتعلم بعد ذلك كيف سنعمل يعني أوتوماتيكيا عن طريق الكود في الدروس القادمة إن شاء الله. إذا عندي الملف موجود في الاوتيال، هذا الملف فارغ كما تلاحظون. سأنفذ ونرى هل ينقصني ربط. رايت عفوا. اوكي، هذا المكون لابد ان يربط من اين سيقرا واين سيرسل. سيكون يعني من الاحسن نعمل هكذا. سأضيف شيب نسيت حتى كيف يكتب شيب، اعذروني منذ مدة ما عملت مع دلفي. لي فقط لعرض سهم يعني. نسيت. المهم أريد فقط إضافة الأسهم على النافذة هكذا، يعني سهم هنا ثم سهم هنا وبعد ذلك سهم هنا، سنضيف ذلك لاحقا إن شاء الله. المهم عفوا، الآن سنقوم بالتنفيذ execute ونذهب إلى الملف، وكما تلاحظون أعطاني الداتا. الهدف من الدرس اليوم هو تعلم كيفية عمل ETL، قراءة من جدول موجود في قاعدة بيانات SQL Server، استطعنا القراءة منه ثم إرسال الداتا أوتوماتيكيا في ملف نصي. سنتعلم إن شاء الله في دروس قادمة كيف نتعامل مع المكونات المتبقية وكيفية أيضا التنفيذ يعني بطرق أخرى. مثلا التنفيذ بالطريقة الثانية هي أن نضع زر مثلا، وعند الضغط على هذا الزر batch move و execute. هذه الطريقة يعني عند الضغط على هذا الزر هكذا نستطيع يعني التنفيذ. سنحذف الداتا. عند الضغط على هذا الزر نجد الداتا أدرج. إذا هذا مثال بسيط كيف نعمل ETL يعني قراءة من ملف نصي أو عفوا من قاعدة بيانات من جدول موجود في قاعدة بيانات SQL Server وإرسال الداتا أوتوماتيكيا إلى ملف نصي. تعلم في دروس قادمة إن شاء الله البقية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.